وينضم إلينا للحديث عن مجزرة الفرحاتية وتصريحات محافظة أو محافظ صلاح الدين بأن الحادثة جنائية وليست إرهابية. معنا من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. حياك الله أخي الكريم وحيا مشاهدك الكرام. إذن كما تابعتم، محافظ صلاح الدين يؤكد أن الحركة التي تمت في المنطقة ليست والتي جرت فيها المجزرة بطبيعة الحال لا تتم إلا بموافقات من الجهة الماسكة للأرض هناك. إذا لم تكن الميليشيات هي من ارتكبت المجزرة، فمن تكون؟ أخي الكريم، هذه حقيقة جريمة ضمن سلسلة جرائم ترتكبها ميليشيات، فصائل ميليشيات الحشد ولا سيما الميليشيات المدعومة من إيران. وهذه جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الضارعة بها هذه الميليشيات التي تستهدف المدنيين العراقيين في مناطق كثيرة متعددة واسعة في البلاد. هذه المنطقة حقيقة في محافظة صلاح الدين تنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق هي من ضمن المهام المناطة بها هذه الميليشيات من قبل الجهات الداعمة لها. وهذه حقيقة حلقة من حلقات تنفيذ هذا المخطط، ومنها إرهاب الناس ودفعهم حقيقة إلى ترك مناطقهم ومنازلهم وممتلكاتهم للحقيقة يعني الحفاظ على أرواحهم وأرواح أبنائهم. نعم. طيب دكتور، الخارجية الأمريكية أكدت في بيانها أن الميليشيات المدعومة من إيران تهدد الأمن في العراق. إلى أي مدى فشلت حكومة الكاظمي حتى الآن في حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان وكبح جماح هذه الميليشيات في العراق؟ حقيقة هذا التصريح لوزارة الخارجية الأمريكية هو تصريح مضحك مبكي بنفس الوقت. الخارجية الأمريكية وواشنطن هي يعني هي من مهدت الطريق لاستيلاء هذه الميليشيات على المشهد العراقي بالكامل. هي من سلمت العراق إلى إيران تسليما كاملا. فالأمر يعني هنا حقيقة الأمر أنه تقاسم أدوار. الكل يريد أن يتنصل من المسؤولية. الكل حقيقة هنا الكل هو مشارك بهذه الجرائم سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال الدعم والتجهيز والتسليح والدعم السياسي والتسويق لهذه الجهات الحاكمة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. العراق مختطف من قبل ميليشيات إيران. العراق يرزح تحت ظلم فاحش حقيقة، لأن الشعب شعب أعزل، الشعب شعب ضعيف. وهذه الميليشيات تتنافس على ظلم هذا الإنسان البسيط الأعزل وارتكاب أبشع الجرائم بحقه. يعني هذا يدفعنا للسؤال كثيرة حقيقة. نعم. التنافس الذي تفضلتم به بين هذه الميليشيات من أجل ارتكاب يعني مجموعة من الجرائم ضد الشعب يدفعنا للسؤال عن خطورة هذه الجريمة. ماذا يعني أن تتم بهذه السهولة في المحافظات المنكوبة خصوصا؟ أخي الكريم، العودة إلى المشهد الطائفي هذا هو ديدن حكومة الاحتلال الثامنة والميليشيات المساندة لها. وهذه الجريمة تأتي وتصب في هذا المجال، والأحداث التي تدلل كثيرة والأدلة التي تشير إلى ذلك أكثر. فلدينا في يعني جرائم كثيرة خلال أقل من شهرين سجل قسم حقوق الإنسان أكثر من 25 حادثة من هذا القبيل تجاه مناطق المحافظات المنكوبة
التي نُقبت بفعل العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها. فهذه يعني حقيقة هو ضمن مخطط كبير يجري تنفيذه في العراق لتغييب العراق وإدامة حالة اللا دولة في البلاد المستمرة منذ 2003 وحتى اليوم. على ذكر حالة اللا دولة، كما تعرف دكتور أيمن، السلطات الحكومية أعلنت أنها ستفتح لجنة تحقيق من أجل هذه للتحقيق في هذه الجريمة. ماذا يعني لكم هذا كمتابعين وكحقوقيين في هذا المجال؟ ماذا يعني أن يكون هناك لجنة تحقيق؟ وهل من المتوقع أن تنصف الحكومة أهالي وذوي الضحايا؟ أخي الكريم، ماذا يعني هذا؟ تجيب عنه التحقيقات السابقة التي تشكلت لجان لها ولم تكن دور لم يكن دور تلك اللجان ولن يكون مختلفا عن هذه اللجان ان شكلت، وهو يعني كسب الوقت وإضاعة الحقوق، وهي أداة من أدوات الفساد، وبالنتيجة أمام طمس الحقائق هي هذا كله توفره لجان التحقيق والتجارب السابقة الكثيرة. هنالك أكثر يعني آلاف اللجان التي شكلت في مثل هذه الجرائم التي هزت الشارع العراقي والرأي العام المحلي وحتى الدولي، ولكن النتيجة هو تسويف وتمييع القضايا وغلق معظم. هل ثم الدور لمؤسسات الأمم المتحدة بعثت يونمي جراء هذه الجريمة؟ هل يمكن أن تقوم بدور ما؟ أخي الكريم، مع الأسف الشديد الأمم المتحدة والبعثة الخاصة والمبعوثة الخاصة للأمين العام لمساعدة العراق هي حقيقة لمساعدة حكومات الاحتلال المتعاقبة وليست لمساعدة الشعب العراقي. فلدينا اليوم كلها مواقف هزيلة، ردود فعل متواضعة جداً تكاد لا تذكر. يعني الأمور استمرأت هذه البعثات الخاصة، استمرأت مسألة التستر على الجرائم وتجميل وجه الحكومة الكالح أمام المجتمع الدولي. فهذه لن تختلف عن سابقاتها من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران بتواطؤ أو بتهاون من قبل القوات الحكومية، وبالنتيجة نحن أمام مسألة منهجة، مسألة متكررة الحدوث. فهذا يدلل على أن الأمر مخطط له ويجري تنفيذ. وصلت الفكرة دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان.